صوتكو جايب اخر اوضه النوم ليه؟ كل يوم يغلس عليها وبيعيطها. يعيط مين؟ يعيط البرنسيسه بتاعتنا؟ تعال تعال يا حاج سيف. في ايه يا حاج سيف؟ في ايه يا عم؟ هو ده اتفقنا؟ ده انا ولا كاني كنت بكلم بني ادم تاني. بابا بتبوظ كل لعبي، ما بتعرفش تلعب. يا عم علمها ازاي تلعب، انت الكبير يا سيف، كبر دماغك. من الاخر ابوها مخها تخين. يا ابن الحريم كلها مخها تخين، هنقاطعهم. ما انت امك مخها تخين. هقاطعها. حريم مخها تخين ولكن مهمين في الحياه، حنينين. وبعدين لما هموت مين اللي هيقف جنب اختك؟ مين هيبقى ظهرها وسندها؟ انت المفروض تبقى احن عليها من الدنيا كلها. عند الشر عليك يا بابا. لا يا عم الموت مش شر ولا حاجه، كلنا هنموت. بعدين انا زعلان منك. ليه كده يا بابا طيب؟ دماغك بقت صغيره مش ناضج. خلاص يا بابا انا اسف، اوعدك مش هعمل كده تاني. ماشي. قلت انا اسف يبقى كل حاجه انتهت خلاص. مش روح بقى علمها. علمها ان المربع اللي بيشوط والدايره اللي بترفع، وبعلمها الزرارين اللي ورا اللي انت بتقعد تعمل الحركات فيا غريبه بيها دي. حاضر من عيوني. ماشي خد تعالى. نعم. هات بوسه. ماشي.